في التطورات الميدانية للحرب في أوكرانيا، كييف تقر بتقدم القوات الروسية وتحقيق بعض المكاسب داخل مدينة باخموت شرقي البلاد. وقالت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية حققت درجة من النجاح في تحركاتها الرامية لاقتحام باخموت، وأكدت أن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون على المدينة ويصدون العديد من الهجمات، وشددت على أن الخسائر في صفوف القوات الروسية هي أكبر من القوات الأوكرانية. للمزيد معي من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، إذن ماذا في التفاصيل وتطورات المعارك على مستوى محور باخموت مع هذا الإقرار من الجانب الأوكراني بصعوبة الوضع، ولكن بالمقابل تعهدهم بتمسكهم بالأراضي أو بالمدينة ووسطها؟ نعم، بالفعل إيمان، هذا الإقرار جاء على لسان سيرغي شيرفاتي وهو قائد القوات البرية الأوكرانية خلال زيارة ثالثة قام بها إلى مدينة باخموت، وأقر بصعوبة الوضع، وقال أيضا في المقابل أن القوات الأوكرانية تتمكن بشكل يومي من قتل ما يقارب من 90 إلى 100 جندي روسي في هذا المحور، خاصة وأن بيانات هيئة الأركان العامة في كل يوم تقول أنها صدت عددا من الهجمات الروسية على محور باخموت وليمان وكوبيانس وشختار، وكذلك الحال بالنسبة بمدينة أفديفكا. فيما يخص اليوم، الجانب الأوكراني قال أنه صد ما يقارب من 60 هجمة روسية على هذه المحاور، ومن بينها مدينة باخموت وأيضا مدينة أفديفكا التي ربما تتحول إلى باخموت الثانية، خاصة وأن كل التقارير تقول بأن الجيش الروسي يكثف ضرباته الصاروخية على مدينة أفديفكا وأيضا على مدينة باخموت. وصباح هذا اليوم الجيش الروسي نفذ ما يقارب من 28 غارة جوية استهدفت كل من محيط أفديفكا ومحيط مدينة باخموت، وكذلك أيضا غارات طالت مناطق تقع شمال مقاطعة دونيتسك على غرار مناطق سلافيانس وأيضا إكراماتورس في ضواحي سلافيانس وفي ضواحي إكراماتورس. أما بالنسبة إلى المناطق الشمالية، ذكرت بعض وسائل إعلام أوكرانية بأن الجيش الروسي حرك 4 عربات تحمل صواريخ S-300 وS-400 إلى الحدود المقابلة مع الحدود المجاورة مع الحدود الأوكرانية. كذلك الحال أيضا بالنسبة للجبهات الجنوبية، حذرت قيادة العمليات الجنوب بأن الجيش الروسي يستعد لهجمات واسعة النطاق، ولكن الأحوال الجوية السيئة هي من منعت هذا الهجوم. نعم إيمان. نعم، شكرا لك عامر العروقي مراسلنا من كييف على هذه الصورة اللي قدمتها لنا.